في هذه المحاضرة نكمل ممكن أنواع خصائص لبعض الترانات فانكشنز. المحاضرة الماضية شرحنا إيش هو معناها فانكشن أوكي؟ هلا بنشوف أنواع جديدة من الفانكشنز. حناخذ إشي اسمه 1-to-1. في أنواع فانكشنز اسمها 1-to-1 وفي أنواع فانكشنز اسمها أوندو. في كورسباندنس 1-to-1 كورسباندنس، في انفرس فانكشنز. هاي أنواع من الفانكشنز سهلة، بس بدنا ندخل نشوف شو خصائصها. أول إشي الـ 1-to-1. شو يعني 1-to-1؟ متذكرين إنه كان الفانكشن عندنا إنه عندنا هاي الدومين وهي الكودومين صح؟ الفانكشن فيش عنصر في الدومين، بنحكي على الفانكشن فيش عنصر كان في الدومين ملوش صورة وين؟ الكودومين. هاي كان أول شرط. الشرط الثاني إيش كان؟ إنه العنصر الواحد مالوش صورتين، يعني بيطلعش على عنصرين مختلفين بالكودو. هذا كان الفرق. هلا في نوع من العنصرين العنصر اذا عندك عنصر في الدومين في الدومين ما بيطلعش على خطين، يعني مالوش صورتين في الكودو. يعني لو قلنا ابو محمد ابو فاضل محمد هاي كذا كذا برجع قيمة واحدة صح؟ شو يعني برجع قيمة واحدة؟ يعني له صورة واحدة. برضه بتذكر انه عنصرين لازم ما يكونوش نفس القيمة. عنصرين ما يكونوش نفس القيمة صحيح؟ عنصرين ما يكونوش نفس القيمة. هلا اللي هذا ال 1-to-1 فانكشنز. اول شيء هم فانكشنز، بالتالي حققوا شروط ايش؟ فانكشن. الشيء الثاني في ال 1-to-1 انه لما تطلع الشرط الجديد عشان يبقى الفانكشن 1-to-1 بيكون له بيكون هاي مالها صورة لعنصر واحد. يعني بمعنى اخر في الماضي كان ممكن يكون عنصر هون له ايش؟ له نفس الصورة صح؟ هذا غير فانكشن. بس عشان يبقى 1-to-1 بروحوش اثنين، يعني بيكونوا واحد لواحد، بيكونوش اثنين وين؟ لهم نفس الصورة. يعني كل دومين له صورة واحدة في الدومين. ايوه. يعني التعريف يكون اول شيء لا يوجد عنصرين في المجال لهما نفس الصوره في المدى، يعني معناته كل صوره في المدى لها صوره عنصر واحد. للدقه عشان نبقى دقيقين كثير بنقول التعريف شو هو؟ انه اذا عندي فانكشن اوف اكس 1 واحنا بنعرف انه بيساوي اكس 2 شو يعني؟ شو يعني؟ يعني اذا بنعرف انه هذا الفان انه هون هاي اف اوف اكس، يعني بدنا نقول اذا عندنا عنصر هون واجى عليه صورتين واحد من اكس 1 وواحد من اكس 2 هذا معناته انه اكس 1 اكس 2 نفس هيك بنعرف من التعريف، يعني يكون نفس العنصر، يعني بيجي عليه بس ايش؟ عنصر واحد. بيكون سيمبوليكلي اكس لو ار از فانكشن اف از 1-to-1 اف ذا نو لي ذير اكزيست اكس 1 وذير اكزيست سوري فور اول اكس 1 وفور اول اكس 2 الا اف الاكس 1 يساوي اف الاكس 2 معناته ايش؟ اكس 1 يساوي اكس 2 واضحة؟ هلا هذا فانكشن، هذا مش فانكشن، مش فانكشن فانكشن بس مش فانكشن. وضحت شو ال 1-to-1؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب
جد اعطيتكم فانكشن وقلت لكم ايه فيتو انه 1 تو 1 كيف تكتبوا؟ بالضبط. بقول سبوز انه اف الاكس 1 بيساوي اف الاكس 2 لازم يطلع عندي بعدها اكس 1 يساوي اف الاكس 2 مظبوط؟ هذا الميثود اللي بنسميها هاي يعني هاي باي دايركت. في كمان الانفرس فانكشن جميل جميل بس طيب فاذا بدي اذكر اذا اجيب لكم فانكشن واقول لكم اثبتوا انه 1 تو 1 بقول سبوز انه اف الاكس 1 يساوي اف الاكس 2 هاي سبوز بالتعريف شو بقول؟ اذا اف الاكس 1 يساوي اف الاكس 2 يعني ده نفس الصوره في المدى معناته العنصرين هذول ما هياش هم نفس العنصر طيب اذا بدك اثبت انه مش 1 تو 1 بوجد مثال واحد بس طيب ناخذ منه عندنا اف من ار ريال نمبرز واف الاكس يساوي ايش؟ 4 اكس ناقص 1 وعندي فانكشن ثاني اسمه ايش؟ جي ام شو بيساوي؟ انترفل يلا هلا بدنا نثبت او ننفي انهم كل واحد من هذول الاثنين ماله 1 تو 1 او لا؟ الاول لما بدي اثبت الاول ايه؟ ممكن نستعمل اكس من هو؟ سبوز سبوز انه اف الاكس 1 بيساوي اف الاكس 2 يعني ايش؟ يعني 4 اكس 1 ناقص 1 بيساوي 4 اكس 2 ناقص 1 مظبوط؟ صحيحة هاي؟ وين كيف؟ هل هاي بتساوي هاي؟ دائما دائما حسب لاني هاتوا الحل الاربعه هاي بقسم اثنين كلها على اربعه صح؟ زيد واحد على الطرفين نزيد واحد على الطرفين نزيد واحد على الطرفين هاي زائد واحد وين الكلام هاي زائد واحد هون وهاي زائد واحد هون شو بصير؟ روح الواحد هذا مع الواحد هذا مظبوط؟ صح؟ صحيح؟ كسر اثنين على اربعه شو بصير؟ اكس واحد يساوي اكس اثنين انت اسوا وقتين تشرب مظبوط؟ هل ممكن نستعمل بروف باي اكسونسشن يعني نعوض بروف باي اكسونسشن يعني نعوض الارقام قديش قديش الرقم هذول كله بدك تحط كل الارقام في الدنيا هذول في الدنيا مظبوط ايش؟ طيب هاي طب بي هل جي اي 1 تو 1؟ اول شيء سالوا حالكم هل بالمناسبه انتوا اول مره ما سالتوش حالكم هل بجوز انه مش 1 تو 1؟ شو يعني 1 تو 1؟ يعني ما فيش شيء ايوه طيب هل هي 1 تو 1؟ سالب 1 والواحد هذول هاي المثال عنصرين مختلفين انهم نفس الصوره والتالي مش 1 تو 1 يعني هذا كان طريق سهل يعني جي ال ناقص 1 كيف بيساوي؟ 1 وجي ال 1 شو بيساوي؟ 1 ما بزبطش يعني هاي دومين الكود دومين عندنا 1 وعندنا ناقص 1 وين راحوا؟ 2 على 1 مش 1 تو 1 الرياضيات بس الكتران خط بيكون 1 تو 1 لا احنا هون بنحكي بدل برضه عن ديسكريت فانكشنز ديسكريت فانكشنز مش شرط اصلا بيكون فيها خطوط اصلا طيب
صنف ثاني من غير الوندوه اسمه أم. شو يعني أم بو؟ يعني اختصار شديد جدا، فيش عنصر بو كوش مرتبط أو فيش رفض. فيش ما بيكونش صورة العنصر ها؟ فيش عنصر بو بيكونش صورة العنصر لا يوجد عنصر في المادة ليس صورة العنصر في المادة أو بالتعريف شو نقول؟ f of x سوري f من x ل y من دومين من دومين لكل دومين is onto f عند دومين كل لكل y هون there exists f لكل y واحد من هذول there exists x إلها هون such that انه اف ال اكس يساوي 1 صحيح؟ اذا في حدا مش فاهم بكل استاذ عيد ها؟ طيب هلا اذا هذا هل هذا انطق؟ انطق؟ لا وهذا ما اسمه؟ مش انطق فهاي شو معناها انطو واخذنا شو معناها انطو هلا لو احنا بدنا نثبت او جيب لكم فاهم زي ما بقول لكم اذا بدو انه انطو شو بدكم تساووا؟ حنان بدنا نشوف نشوف المدى كيف الصورة كود دومين انه نفحصه جميع ولا ما فيش ولا لا ليش بدي عكس بس كيف بدنا نثبت انه اي انتو بدك تثبت انه واي بتساوي اف اكس ما نثبت انه واي بتساوي اف اكس اف اكس انها بتساوي سبوز ذات واي از اني ايلمنت في واي يعني هاي هاي ايلمنت we need to show that there is an element x of x and f x is zero. هلا بنشوف هاي مثال نيجي لها الاول كيف نثبت انها اونتو شو يعني؟ يعني طلعوا يعني هاي عباره عن هذا فانكشن الدومين هون شو هو؟ والكودومين يعني بدكم تقولوا لي انه او كل كيف يعني شو بدك تثبت لي انت؟ انه كل عنصر هو عمليا كيلو واحد على فكره القنطه مش شرط يكون وان تو وان اكثر من صغير القنطه مش شرط يكون وان تو وان فكيف بدي اثبت انه كل عنصر هو هو عمليا صوره العنصر فنيجي لايه؟ بنقول طلع هاي هي ناقص مظبوط؟ ما نحكيش على الانتجرز هلا ايه الاف الاكس شو بيساعدنا هنا؟ بيساوي 4 اكس ناقص 1 بالضبط يعني هاي اللي واي بتساوي اكس يعني واي بتساوي 4 اكس ناقص 1 صح؟ نجمع واحد ناقص 1 يعني x شو تساوي بهم هاي الحالة؟ تساوي واي زائد واحد على أربعة هل هاي x لو جينا قلنا if ال x بس ال x شو تحطها؟ واي زائد واحد على أربعة هاي شو تساوي؟ أربعة أربعة واي زائد واحد على أربعة كيف؟ أربعة زائد واي زائد واحد واي زائد واحد على أربعة زائد واحد ناقص واحد صح؟ وهي ايش يعني؟ أربعة أربعة على أربعة بتروح والواحد على واحد بتروح شو بصير؟ واحد يعني اف اف الاكس اف الاكس تساوي اف الاكس تساوي اف الاكس تساوي
ما في اكس بروبا. ايش السبب له؟ اسمه زد. في شيء يعني اي رقم بنحطه في هاي المشين بتطلع لنا رقم ثاني بالدومين صح؟ مظبوط؟ ديروا بالكم كمان مرة، أنا ما كنتش أنه أنطو ولا أي شيء، أنا بحكي أنه أنطو بعدين بدكم نقعد نحكي على علاقة أنطو وأنطو أنطو مع بعض. بس هلا إحنا بنحكي كل واحد إيش؟ لحاله. طيب هل هذا جي هي أنطو؟ ها؟ كيف؟ ها؟ كيف؟ جميع الأصفار بس السؤال الزائد نعوض الواحد تطلع مش تمام تمام حط يلا نحن كم تلزم شو هو الزام الواحد؟ السفر شو تساوي يعني؟ اتش الان بيساوي صفر؟ لا لسه هي 4 اكس ناقص 4 اكس 4 يعني هيك يعني هذا صح شو ان هو شو ليش انا حطيت اتش ان ولا حطيت اتش سي لازم احط اتش ان ولا اتش سي اتش ان لان انا كمان مره كمان مره انا عم بدور على هاي مش على هاي مزبوط؟ طيب فهاي ايش السبب شو يعني؟ هل الها هذه السبب؟ اللي هون اللي هون له صوره هون هل هو صوره لواحد هون؟ اه هذا شو؟ 4 ان ناقص 1 سوى السبب شو يعني؟ معناته؟ هاي زائد واحد عشان نخلص منها صح؟ 4 ان معناته ان شو بتساوي؟ 1 على 4 على 4 شو هي؟ شو هي؟ مش ان يعني شو اللي سوينا هون؟ جبنا مثال من هون رقم من هون اوكي صفر الانتجر؟ طلنا من هون صفر قلنا هل هو صورة لإيش هون؟ لا هون طلنا من هاي الجملة طلنا وقلنا هذا نرجع شو وين برجع شو رجع لنا؟ رجع لنا رقم اللي هو الربع اللي هو مش موجود هون يعني صفر مش صورة لا هذا كمان مرة في حدا مش فاهم المسابقة كيف تحيي مش راح تصير. طيب هذا نشوف لما بيكون اون تو وان تو وان وبكون اون تو شو نسميه مع بعض بيكون؟ بيكون وان تو وان كورسبوندنس. بيكون وان تو وان كورسبوندنس اثنين مع بعض يعني اول شيء حضرتك ايش هو؟ فانكشن. وان تو وان واون تو بيطلع عندنا شيء زي هذا. بيطلع عندنا الشكل زي هذا انه كل عنصر طالع من الخط على عنصر ثاني هذا العنصر الثاني طالع بس خط واحد وهون فيش عنصر ملوش صوره وهون فيش عنصر هو مش صوره لا شيء مش افرق عن وان وان صوره واحده شو افرق عن وان وان انه وان وان زمان كان عنصر منفصل ملوش شيء هذا لا زال وان صح؟ بس مش وان تو كروس بالانس يعني ضفت عنصر في الكودومينا يعني جاي ملون هو مش صوره لاي شيء فبهي الحاله صار ضل وان تو بس مش وان تو يعني مش وان تو كروس بالانس
نقول 1-to-1 correspondence from a set x to a set y is a function that is both 1-to-1 and contour. طيب شو رايكم بهذا الفانكشن؟ نفحصه انه هل هو 1-to-1 correspondence ولا هذا فانكشن دخل له string بطلع له string ماله؟ معكوس هل هذا 1-to-1 correspondence يا محمد؟ حنان ظهر النبيل كيف؟ مفروض هاي طيب نقرا السؤال كمان مضبوط ليه؟ بي بي ريست اوف اول فاينايت سترينجز اوف اكسس اند وايز تي اللي هو كل سترينجز ديفاين جي من بيطلع من دي لتي يعني عندي هون سترينجز كل البوسيبل سترينجز وهون كل البوسيبل سترينجز باي هذا نعرفه باي ديفولت جروب يعني جي يعني جي اس يعني لو اخذنا اس من هون وهي جي الاس السترينجز السترينج اوردر باي رايتنج ذا كاركترز اوف اس ان ريفرس اوردر مثل هذا بدنا نثبت انه هذا 1-to-1 او بدنا نناقش انه هذا 1-to-1 مضبوط يعني هل هو 1-to-1 كورسباندنس ولا لا؟ هل هو اول شيء هل هو فانكشن؟ هل كل سترينج كل سترينج له صوره؟ اكيد طيب هل له اكثر من صوره؟ هذا اللي لما اعطيك سترين تبغى تعمل ريفرس اوردر ممكن اعطي الاثنين منكم نفس سترين وكلهم شكلوا التكست يطلعوا تكست مختلف ما اتفق ما اتفقش دير بالكم في الاسئله والامتحانات عشان اسجلها للمحاضره في الاسئله والامتحانات شو بسوي انا؟ بجيب برات بقول لك وبسوي شكلي هي اصلا مش فاهمش شفت التريك تبعتي؟ تبع تقول لي المدرسين او تبعت الاكزامز في السكيب ماركتينج مرات بنجيب لكم شيء هو اصلا مش فاهم وانت بتروح شو تساوي؟ تبحث فيه بالانطو والانطو فانت اشتغلت ثلاث ساعات اول ما تشوف الفانكشن اول ما اسالك هل هو انطو هل هو 1-to-1 هل هو 1-to-1 كورسباندنس بدك اول شيء تتاكد انه اخونا فانكشن هذا طيب فكل سترينج هون انه صورة واحدة مش أكثر من صورة، يعني فهمش؟ فهمش؟ طيب هل هو 1-to-1؟ ها؟ شو يعني 1-to-1 قلنا؟ إذا شفنا عنصر هون في الكود بيكون هو صورة عنصر واحد مش أكثر من عنصر يعني اذا شفنا ريفيرس ريفيرس يعني التكست بشكله وبدنا نرد نرجعه بيطلع لنا ايش؟ هل مضبوط؟ ها؟ طيب معناته طيب هل هو ضمته؟ شو يعني ضمته؟ هل في تكست مشكلة مش لا تكست لا ها فش فش فبالتالي هو 1 ترى احنا ما بنثبت ولا نقاش لا الحالة هاي بدك تناقش يعني شو بدك يعني مش حلها لا شوفوا الحياة كلها مش حلها الحياة مش كلها حلها طيب هلا اخذنا ال 1-to-1
وخذنا الأونتو وخذنا الون تو ون ريسبونس. هلا بدنا ناخذ ايه؟ الانفرس. شو يعني انفرس؟ عكس ضد مش ضد اكيد عكس جزء جزء بتعرفش كل مره يصير عكس 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 عكسي ولا مقلوب عكسي عكس 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 اهم شيء نفهم شو يعني مقلوب او شيء. شو يعني اقتران انفرس؟ هلا هم نعرف انه اكس هاي النقطة طلع مش اسمها اكس ومالها هاي النقطة اكس في هاي النقطة هاي الكود دومين. طب بالكود دومين نعرف انه هاي النقطة هي وات صح؟ يعني معناها نعرف انه هاي النقطة هي اف اوف اكس صح؟ وبنعرف انه هاي النقطة هي ترى هي النقطة ترى اللي كان هون قدام امبارح. وانا هلا بدي احكي بديش اقول انا بدي اقول انا الصورة المعكوسة من اللي امبارح. يعني انا اكس هي صورة معكوسة لورا. ها؟ اذا اف اكس بتساوي ف the function f نكتب شو هاي كيف نكتب الانفرس؟ يعني زي اللي هو ناقص واحد is called inverse function. هلا هل كل انفرس ترى هذا هو نفسه function صح؟ يعني هذا function مش هذا هو function؟ هذا شو بيساوي function؟ باخذ عنصر هون شو بيساوي؟ بطلع العنصر هون. طب هل هذا الانفرس تاع الفانكشن اللي هو برد يرجع الصوره هاي لهاي هل هو فانكشن؟ نعم صح. لا فانكشن اكيد لا اللي مش منتبهين لا صح. كمان مره بدعي كمان مره بدعي لان دروش كنا هذا الفانكشن افترض انه فانكشن مضبوط بوقف عناصر من هون وبوصل هذا عناصر من هون هذا فانكشن. هلا عكس العكس المعكوس تبعه اللي هو الانفرس فانكشن اللي هو بوقف الصور هاي وبرجعها على نفس العناصر. هل هذا دائما فانكشن؟ لا لا مش دائما. هلا مش دائما فانكشن، قد يكون فانكشن وقد يكون مش. فبدنا ننتبه لما انا بجيب لك السؤال بقول لك وجبت لي الفانكشن اللي هو انفرس هذا الفانكشن شو لازم كل مره؟ لا مش فانكشن مش دائما هذا الفانكشن. طيب نشوف الانفرس فانكشن كمان مره. تعال سبوز انه عندنا اكس f من x ل y is one to one correspondence. يعني هاي النظرية شو بتقول؟ انه هل افترض انه f هو one to one correspondence. That is suppose انه f is one to one and one to one. تقول النظرية دائما في function دائما في function اللي هو الانفرس تبع يعني دائما الانفرس تبع فانكشن هو فانكشن اذا كان فانكشن الاصل ايش؟ 1 تو 1 1 تو 1 وعلى فكره هذا شيء طبيعي مش هو 1 تو 1 اونتو تذكروا ليش 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 يصير فانكشن؟ كل صوره هذا رجعكم ليش هو عمليا بيطلع فانكشن؟ لانه عشان يلقى 1 تو 1 كروستاندرز بكون فيش ولا عنصر فاضي هون صح؟ وكل عنصر هون لعنصر واحد معنى الطلب بتعرف فانكشن مكتوب.
يعني لما اقول 1 تو 1 كروس لاين داتس هي زي ما انا قاعد بعرف بالفانكشن مع الثاني. كمان مره لانه فيش ولا عنصر قال فور مش صورة لهون. طلع تعرف الفانكشن شو كان؟ انه كل عنصر هون له صورة وكل عنصر هون له صورة واحدة صح؟ مش هدول الشغلتين؟ هذا الفانكشن. هلا لما بقول الفانكشن هذا 1 تو 1 كروس لاين داتس معناته انه فيش ولا عنصر هون مش صورة لإشي هون، يعني معناته كل هذا جعل ولا عنصر هون صورة العنصرين هون معناته هذا هو قد الفانكشن. هاي النظرية. طيب هاتوا نفحص شو هو الانفرس فانكشن تبع هذا الفانكشن. شو هو هذا؟ ها بيقول انه اوكي هات وانا هان بركز على طريقة الكتابة عشان تدققوا. إيه الاكس
يعني هاي بتصير تساوي واي زائد واحد على خمسة. خلص كده صح؟ مستفاد. ها؟ مستفاد. هذا هو اللي بدنا اياه. لا انا طلعتها هلا مش انا بدي اطلعها. لا رد الدكتور على التعريف الفينشن اللي قبل شوي. اوكي هلا انا شو بقول السؤال؟ هاي الفانكشن انا شو بدي اوجه؟ الانفرس يعني اذا دخلت له هذا هو درجه انه هذا الفانكشن مش هذا مش نفسه مش نفسه هو هذا الانفرس تبعه تقدر تسميه شيء اسم ثاني اذا بتدخل له شو طلع لك؟ طلع لك واي زائد واحد هذا هو احنا يعني لما يعني لما اقول لك انا فاين اتس انفرس فانكشن يعني شو يعني لو كان مساله شو قيمه ها مش هذا مش هذا سؤالي شو قيمتها وها شو قيمتها واي زائد واحد واضحه؟ لا اقول مثال خلينا هلا نوقف نعم لا 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 يعني سبوز ان 1 2 ان 1 ان 1 2 اند 1 2 سبوز لان ورجينا شفنا احنا قبل بالامثله السابقه انه هو 1 2 1 2 وانا مش لازم نطيح تساوي الانفرس تبعه الا اذا اثبتت انه 1 2 1 بس اذا السؤال معطيني بقول لي هذا الفانكشن ما انتبه انه موضوع عمل الانفرس ساعي طيب تقدر تقولوا خلصنا السكشن خلصنا السكشن ضل علينا نتعلم مثالين على فانكشنز واحد اسمه هاش فانكشنز وبعدين ناخذ الاكسبوننشال واللوغاريتم لأنهم هذول استعمال للفانكشنز تسمعوا الهاش فانكشن الهاش فانكشن كثير مرات ناس بقول لك كان هاش 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 ايه اللي بيعرف داتا في حدا بيعرف داتا بيس؟ ها؟ يرفع اسمه طيب درستوش هاش فانكشن؟ داتا ستراكشر داتا ستراكشر شو بيساوي الهاش فانكشن يعني؟ بعمل كل الحال بدون ما يكون فيه مثلا طلع شو بيساوي عندنا هون في الدومين كثير ايفنتس بس بالكود دومين بطلعهم على عدد قليل وبحيث احاول اقصى ما استطيع انه يطلع 1 تو 1 بدي احاول يعني انا بعطيكم مثال هذا الشيء مستعمل في السكيورتي في الداتا بيس ومستعمل كثير في السكيورتي طبعا مش بس في كل شيء بتستعمل مرات في عندي فانكشن هيك بكون كوبي يعني انا خذ المسألة كم واحد من صار؟ 30 مثلا لو بدي انا اكتب اسماء اكتبها بدي الكمبيوتر لما اقول له روح طل الاسم مش روح يفحص فيهم يفحص واحد واحد يروح مباشره الريكورد تبعه مباشرة حطهم في أريد حطهم في أريد ما هي يعني أنا حطيتهم في أريد شو أسوي بعدين؟ بتبحث عنها بدك تقول أعطيني محمد يعني كل عنصر بيكون مخزن له منطق فكل عنصر ده مخزن منطق أو كلكم كمان هاتوا رتبهم ترتيب أبجد عشان لما اقول له اعطيني حنان
بروح شو بسوي؟ بروح ايش؟ بروح على حفل حم ماجرة، بروح شو دور فوق وتحت. هو بكفيش. هاي في الديناميك بروجرامينج. بكفيش. طيب شو اسوي؟ وين؟ هذا هو هالفكرة. هذا المدخل اسمه عين. مكنة. المكنة شو بتطلع عليه؟ هاشكود. ركض. يونيك. او ناشي نقول يونيك. طلع عليه. وانا هلا وين بروح؟ الرقم. مباشرة الرقم، لأنه الرقم عاد فيه ترتيب تصاعدي ولا تنازلي، بروح عليه مباشرة. يعني مثلا هون هاي عبارة عن أسماء وأنا بحولها لأرقام، هاي بنسميها الهاش، القيمة تبعتها الهاش فاليو. الهاش فاليو شو بيساوي؟ بوخر. الاسم هو بهاي الحالة بوخر اسم أو سترينج. وعمل جنريت ايش؟ لا هلا قديش ممكن يكون عندي اسم جامد من زيرو؟ قديش ممكن احتمال يكون عندي اسم؟ لا هي كل اسماء الناس شو بعرفها؟ عدد الطلاب والموظفين يعني اذا بدك توصل فيها 14000 هذول النتيجه النهائيه بس الدومين هو شو هو؟ هو الدومين لا شو الدومين اللي هو محيط الجامعة طيب طيب الناس اللي في 14000 نفترض هذا ماشي هلا بقول لك ليش لا بس نفترض ماشي 14000 اسم بدي فانكشن اللي بوخذ اسم الشخص من هون بطلع لي ايش هو؟ طيب قديش هذا الرقم؟ من واحد ل 14000 طيب قديش نحو على رقم الطالب بالمناسبة؟ قديش بيجي؟ سبعة سبعة؟ يعني قديش رقم الطالب لو وصلنا 113 بس أول بيطلع قد ايه؟ 10 مليون 10 مليون يعني هون احنا حايزين قديش رقم هون عشان الفانكشن تبعنا يروح للاسم وطلع هذا الرقم قديش هذا حايزين؟ طيب ليش 10 مليون؟ حايزين ولا حايزين موجود ناس سبت جاي بيجي ناس ثانيين عندهم سرطان ليش قلت لك مش بس 14 وأي واحد ممكن يجي على مركز التدريس. يعني قديش عدد الناس اللي ممكن كل مركز التدريس بيجي نفكر انه اوكي نعمل صراع ارقام يعني حوالي 10 مليون اوكي انا يعني هذا مناسب للجامعة. فإذا بدي أدخل اسم الشخص وأحول هذا الاسم لرقم بيطلع عندي بقدرش اخزن 10 احجز ال 10 مليون رقم كثير انا نفسي يطلع لي هذا يكون ايش دخل الاسم بدخل ادخل له الرقم تبع الطالب هذا هو المثال اذا دخل له الرقم مثلا الهويه اذا دخل له رقم هويه شو بدي يطلع لي؟ اسم الطالب، اسم الشخص لا مش اسم الشخص، بدي يطلع لي رقم رقم وين موجود؟ بس رقم صغير هون بهي الحالة لما في عندي تسع أرقام تسع أرقام هذول التسع أرقام بطلع لي كثير فاليوز لو بدي لو بدي اعتزلهم وبسلمهم ها؟ فأنا بدي ايش اسوي؟ لانه اصلا يعني انا عندي ناس بالحساب عندي ناس ارقامهم تسع ارقام مره بس قديش عددهم الناس هذول؟ بجوز الف صح؟ بجوز عندي الف واحد عشان الالف واحد الكمبيوتر يروح ويوصل الداتا مباشره لكم بسرعه يكونوا فيش داعي يخليه يروح يبحث فيهم واحد 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 بدي ادخل هالرقم هذا
يعني كل يعني بدخله هذا الرقم بطلع لي مثلا انا عندي اخطاء بطلع لي 750 بروح مباشره على 750 صح؟ يعني بدخل له رقم كبير وبرجع لك قديش؟ رقم اصغر متذكرين هاي الصورة؟ دخل له رقم كبير طلع لي رقم شو قصة المصمص؟ أنا برجع لك طلع لي رقم صغير خذوا جربوا جرب هل تساوي هذا الفرق؟ هذا مساوى هذا الرقم هاي هذا يعني هذا احد الخمسه كل واحد فينا هسه بيستخدم 50 فهمت لو جينا قلنا عندنا تسع ارقام وقديش بس قديش طالب عندي؟ سبع طلاب يعني بدل ما انا اناديكم على سبيل المثال انا ادي اسماءكم اللي رقمه 9 7 8 2 4 5 6 3 1 بصير انا دي ايش؟ رقم 7 يجي هون رقم 9 يجي هون دخلت الرقم الطويل تبعه طلع لي رقم صغير هذا الفانكشن هذا مثلا الفانكشن شو سوى؟ باخذ هذا الرقم از ان وبيعمل بوت عنده قديش مثلا 7 يعني هذا الرقم مد السبعة هذا الرقم مد السبعة هذا الرقم مد السبعة بطلع برد شو يعني مد السبعة؟ يعني شو رأيك بهذا الفانكشن؟ هذا برجع مني مسكين صح؟ هلا بجوز واحد يجي يقول لي هو استاذ في كل جهه شو يعني تصادم؟ شو يعني؟ رقمين هون مثلا عندنا اسم مولد نفس الشيء صحيح هاتون هاتون فكر بهي الحاله في اكثر من حاله احد الحلول كل يا استاذ بدناش نحط مد مد السبعه هات مد هات مد السبعه ضرب مثلا 10 على ان على ان هيك في لوغاريتم اللي ابصر ال 20 ضرب 10 عشان الايرور 10 قاعد انت بتغير الفانكشن انت بتصمم فانكشن جديد مهندس بتصمم بفانكشن شو بيساوي؟ بدك بدك اياه يبعد طبعا ممكن تصير ممكن يزيد عن الرقم بس هل ممكن توصل لفانكشن انه احتماليه انه بطلع رقم ثاني الاحتمال ينسكر؟ هلا انت الفرق بين الفانكشن تبعي والفانكشن تبعها بجوز الفانكشن تبعي بيعمل تصادم يعني كثير في ارقام بتروح على نفسها صح؟ بس بجوز الرقم تبعها اللي فانكشن تبعك شو بيساوي؟ الاحتماليه اقل بكثير فانت شطارتك تصمم هاش فانكشن هلا بما انه بضل مرات في كولاجين فالحل الكولاجين الحل الثاني هذا الحل بطريقه اخرى انه لما يصير لما انت بتدخل رقم بتلاقيه معه بتروح تزيد معه وبتلاقيه هون روح خلصوا في اللي بعد خلصوا في اللي بعد في الحل اللي بعد هذا هيك الداتا بيس طيب فهمتوا شو الهاش فانكشن؟ هو عباره عن فانكشن في ارقام عادة بتكون الفاليو الانبوت اللي عليه بيكون في كثير كبير او ايش واحنا بدنا اياه ينتج رقم اصغر لنقدر نتعامل معه ودائما في كولوجي وشطارتنا انه نضل نطلعه يعني نخفف احتمالية انه ما يطلعش من دون نخفف احتمالية انه ما يطلعش من دون يعني نبعد الارقام بطلع هاي شو معناها؟ من هاي بس صورة يعني اللي اقول لك اياها محمد صورة مرات انت هاي اذا بتساويها في قيمة عالية يعني هاي لما بدك تيجي تخزن البصمة بجوز بدك تخزنها تعبر عنها برقم عالي جدا يعني طويل كثير وممكن تعمل له هاش
هذا الرقم اللي بيطلع عن البصمه تعمل له هاش يطلع رقم صفر، هذا بس المقصود. صح في النهايه بيطلعش عنده ولا بيطلع، صح ولا لا؟ بيطلعش، احنا لا ما كناش بنطلع ولا بيطلع، احنا دائما بيطلع فيه ايش؟ كنا كل شيء بس شطارتنا انه نخليه اكمل يعني بس اعرف انه الموضوع. مثال اخر لوغاريتم، نعرف انه كنا بنعرف انه هاي لوغ بي انا شكلتها لوغ بي لوغ اكس بالاساس بي تساوي واي، هاي معناها روح نقرا على طرف ورقة صغيرة عشان ما تنسوهاش، معناها بي لو هو واي تساوي اكس، ماشي؟ طيب هلا القوانين نعرف اذا كان بي هو يو ضرب بي هو في اجمع، واذا كانوا واحد يعني قوي قوي بنضربهم في بعض، اذا كان تقسيم بالطريقه هاي بنقسمهم من بعض، اذا كان بي ضرب سي كل مع بعض قوي يو بنوزع من هذول. الان انت مستني كمان استنتج هاي الروبوت انه اذا بي للقوه، اذا بي للقوه يو بتساوي بي للقوه في معناته يو بتساوي بي، واذا لوج يو للاساس بي ولوج في للاساس بي ايكوال هو يو بتساوي بي، مظبوط؟ هلا برضه نقدر نستنتج نظريات اخرى من هذول القوانين، ما كل هذا من هذول القوانين. طبعا ليش قلنا؟ The exponential and logarithmic functions are one to one and on to one. Are one to one؟ لانهم one to one on to one نقدر استنتجنا هذول. لو استنتجنا او تعرف كمان في هذه النظريه انه مثلا لو اكس واي الاساس بي بتساوي لوج كذا كذا ولوج اكس على واي الاساس بي بتساوي نقصهم ولوج بي لوج الاكس قوة اي للاساس بي بتساوي اي ضرب لوج اكس للاساس بي. طيب هاي لوج ركز معنا لوج اكس للاساس سي بتساوي دائما بتساوي لوج اكس الاساس بي على لوج بي الاساس هل لوج سوري لوج لوج سي الاساس كل اللي بنسويه هو ولا شيء. هاي استخدامات او اذا بدنا نثبت هاي النظريه يعني ليش احنا بنشرحها مش موضوعنا. لو بدنا نثبت بما انهم هذول وان تو وان وانتو الفنج اللوز هذول ممكن نقدر نستعمل فكره الوان تو وان والانتو لاثبات هاي النظريه. زي مثلا هذا نثبتها نثبتها مع بعض ها ها اوكي خلاص لا سوري نثبتها مع بعض. أنا بساعدني. مين بساعدني؟ حاول أرسم في الورشة. يلا. مين بساعدني؟ هاتوا نحلها جدا. نفترض إنه إيه A بتساوي log C للأساس log X للأساس، هاي عارف شو بتساوي؟ C
يلا سين شوف لنا تساوي سين اس الاي بتساوي اكس صح؟ طيب وبي او استعمل اي وبي انا بس هذا بستعمل انا بستعمل بي هاي يو نفترض انها بتساوي لوج بي لوج بي سي للاساس معناته يو معناته ايش بتساوي؟ ها؟ زائد اس يو كمان مرة بي هو يو بتساوي سي صح؟ هاي طب اليو لو بي للاكسترا ها هاي شو بتساوي؟ بي هو دبليو بتساوي ايش؟ او طلع عندي هاي وهاي بتساوي ايش صح؟ مزبوط؟ ها؟ معناته سي للقوة V بتساوي B للقوة W صح؟ B هو U على فكرة هاي C وين C هاي C معناته B تعوض C للقوة U للقوة V بتساوي B W معناته B U V بتساوي B للقوة W اسمه؟ سي؟ فها معناته U V V بتساوي W أو خلصناش بعد نرجع ايش احسن نساوي؟ V equal عوض اللوغاريتم V equal ما عوض اللوغاريتم معناته وين الـ W هاي؟ معناته لوج اكس لوج الاكس الاساس اللي بتساوي لوج سي الاساس بي ضرب لوج الاكس الاساس صح؟ هلا انا عشان اطلع هاي زي هني شو لازم اسوي؟ بكسر هاي صح؟ لوج سي الاساس بي وهاي ولما اقسم عليها بتروح مظبوط؟ فبيطلع هاي هي نفسها الان طلعت ايش؟ لا هي نفسها سي في هذا السؤال شو رايكم طيب انا بدي اسال شو رايكم بالمنطور 1 تو 1 وال وانت بقى بس بعمل دانس بتلو دانس ها صدق في الدور ولا ولا سؤال؟ يعطيكم العافية